مثال يعني كنا عم نحكي على فروقات البرد صح، والشوبة، وهلأ صار يعني الطقس شتاء رسميا، صار في برد أعلننا الشتاء. أعلنا الشتاء. أكيد اليوم كتير من العالم بيعانوا من التشنجات العضلية اللي صحيح، بتصيبهم من البرد. اليوم بدنا نحكي عن هذا الموضوع، طبعا الأسباب، طرق العلاج. اليوم رح يكون موضوع حديثنا مع دكتور تامر تامر، أخصائي بالأمراض العصبية والجراحة. يسعد صباحك وأهلا أهلا وسهلا فيك وسهلا، دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. يعني الموضوع اللي راح نحكي عنه هو معاناة كتير هلأ، يعني التشنجات العضلية، وأحياناً ما بيعرفوا سببها. يعني أحياناً بيقولوا معقول صاير معنا ديسك من كتر ما عم يوجعنا الأسفل أو الظهر. تماماً، والروماتيزم كمان. فخلينا نحكي عن هذا الموضوع وقديش يعني مرافق للبرد التشنج العضلي. هلا بتعرفوا طبعا كلياتنا ربينا على مثل البرد سبب كل عله. طبعا هو دخول الشتاء وفصل البرد بتعرض الجسم لتغيرات فيزيولوجيه. هلا اهم اليه نعرفها انه شو سبب اللي بيصير في الجسم بالبرد، اللي هو الطاقه اللي بصرفها الجسم ليتكيف مع تناقص درجات الحراره. بتعرفي انت جسم الانسان درجه حرارته 37، ممكن تنخفض ل 36 تطلع ل 38، بس هي بالرينج الاساسي هو 37. طبيعي. الحفاظ عليها في جو محيط درجه حرارته تحت ال 20 بتطلب طاقه من الجسم، بتطلب بعض الاليات. هي الاليات هي اللي بتسبب الامراض اذا استمرت او كانت لدرجه اكثر من الوقت او الشده اللي بتناسب تكيف الجسم. شو بيصير؟ نحن لما بيتعرض الجسم لبرد تتقلص الأوعية لتخفف من كمية الدم الموجودة بالعضلات أو بالمحيط لحتى ما يبرد الدم. يعني الجسم لما بيتلقى القلب لما بيتلقى الدم بدرجة حرارة باردة بيضطر أنه يصرف طاقة أكثر لحتى يحافظ على حرارته للجسم. تمام. فبالتالي من آليات الدفاع تبعه أنه بتلاقي إيدينا بردت، لونها صار أصفر شاحب، ما بقى فيها هي الحيوية أو الحرارة المناسبة. هذا التقلصات وتشنج الأوعية وتناقص الدم بين بعض الأعضاء اللي عم تتعرض للبرد بيؤدي لتناقص مناعتها وتنشط بعض الفيروسات، وبتتشنج العضلات لحتى هي تدفش الدم. صحيح. فنحن النتيجة والسبب بيسببوا الآلام والتشنجات العضلية. يعني أنا العضلة اللي عم تتعرض لبرد رح تتقلص لحتى تدفش الدم الموجود فيها للداخل، للأعضاء الحشوية الدافئة، من شان جنب تعرض الدم للحرارة المنخفضة. هذا التقلص بحال الأزمن، بحال الأزمن يعني تعرضنا له بشكل مستمر ولمدة طويلة، ممكن يصير تقلص دائم التهابي ويتعرض المريض. بتعرفي كتير شائع عنا باللهجات العامية اللي رح نقولها انه والله لقطت رقبتي، طلعت على هواء بارد، لقطت رقبتي تشنجت، الوتاب بكتفي بتحرك علي أول الشتاء. هذا كله بسبب هي الآلية اللي ذكرناها. تمام دكتور. يعني بما أنه عم نحكي عن الأعراض الشائعة لفصل الشتاء خلينا نقول المفاصل والعضلات، اليوم حكيت عن الآلية ليش بصير هذا الشيء. طيب في شرائح عمرية بتتأثر أكثر من شرائح، يعني هلأ مثلا كبار السن بنلاقي عندهم أكثر هي القصص. طيب لكي لك شغلة حقيقة، أنا حكيت على العضلات، أما المفاصل حتى أكمل لك السؤال تبعك، المفاصل بالبرد تتعرض كمان بنفس الآلية لنقص تروية بس بتنقص من مرونتها. يعني الأغشية والأربطة اللي بتشكل المفصل نتيجة تعرض للبرد وتناقص درجات الحرارة فيها فبتنقص مرونتها، فبتزيد الصلابة تبع الأربطة. تمام. هون بيصير شو؟ كل شيء مريض مثلا عنده نقرس بتحول حمض البول لبلورات وبيساوي له التهاب هجمة نقرس. واحد. اثنين، المرضى اللي عندهم نقص مرونة بالأساس، يعني المرضى اللي عمرهم كبير وعندهم تنكس بالمفاصل مع تناقص درجة الحرارة وتناقص المرونة الزايد ونقص الدم بتعرضوا لهجمة التهاب تنكسي بالركب. فالمريضة اللي عندها تنكس بالركب بتلاقيها بالبرد، إذا أخذت برد بتلاقي إنه بلشت تجي هجمة أشد، نضطر نحن نتدخل بأدوية. مشان هيك الفئة بتلاقي كمان إنه الطاقة تبع الكبار بالعمر بتكون أقل من طاقة الشباب بالتكيف، فهي الفئة هي الأكبر والأكثر تعرضا لآثار البرد بفصل الشتاء. تمام.
نعم دكتور، لأي درجة كمان التشنجات العضلية بتأثر هيك على العظم؟ يعني العمود الفقري أحيانا بيكون في تشنج عضلي بيأثر للوجع على العمود الفقري، يعني ما رح تكون الإصابة بمكان العضل، عم تتجه نحو الفقرات، قد ايه بيأثر؟ أنا قلت لك لحتى نشرح على الناس اللي يفكروا شو التشنج العضلي، قلت لك كثير ناس تجينا أنه تعرضت لقطط، انبرقت بظهري، هي الكلمات الشائعة بهي الفصل، أنه أنا صار عندي برقة، صار عندي وتاب، الشائع الكلمة الوتاب. الحقيقة هي التشنجات العضلية بالعمود الفقري كمان شائعة عند اللي عندهم إصابات قديمة، يعني المريض اللي عنده بهي المنطقة آلام، إذا تعرض للبرد فلازم يعرف أنه رح تجي هجمة ألم شديدة. طيب هون نحن شو السبب؟ السبب أنه الآليتين، العضلة اللي عم تتشنج والمفاصل اللي بالعمود الفقري اللي عم تتعرض للتناقص بالمرونة تبعها وعم تجيها هجمة التهاب مفاصل، وحتى الروماتيزم بتفعل بهي الحالة، فبالتالي هجمة التهاب المفاصل تتقلص عليه العضلات لحتى ما نحرك الظهر، لحتى ما يتحرك المفاصل الملتهبة، بالتالي آليتين بتسبب تشنج العمود الرقبي. كثير ناس والفقري بشكل عام طبعا مو فقط الرقبي، كثير ناس مثلا متعودة تنام على بطنها بتفيق انه والله رقبتي متشنجة هيك، السبب انه هاي المنطقة غالبا ما بتتعرض للتدفئة او انه تتغطى اثناء الليل، فبتفيق المريضة او المريض عنده التشنج الحاد اللي بالعمود الرقبي. نعم. والديسك دكتور، اللي عنده آلام الديسك كمان بيأثر عليه البرد؟ قطعا هو جزء من الآلية، بنرجع بنقول انه الديسك والانزلاق الغضروفي او الانزلاق الفقرات بشكل عام بيكون فيه تمزق بالأربطة، فيه ضغط على الأعصاب وفيه تشنج عضلات مشان ما تحرك هاي المنطقة المصابة. هلا في منهم عم بيحطوا مشدات، المشدات اللي فيها حديد وكذا او اللي بتدفئ او بتمسك لهم شوي، بتفيد هاي القصة؟ هي بتفيد بالتدفئة طبعا بالنسبة للديسك مشان نحمي المنطقة من التعرض لبرد شديد. تمام. خلينا نحكي معناتها عن العلاج، يعني يمكن حكينا عن الوقاية انه مثلا مثل قالت تون زينب المشدات هي يمكن تقي المريض يمكن من هجمات البرد او شوي يعني تخفف، ما رح نقول 100%. شو العلاج للتشنجات العضلية؟ واي حدا فيه ياخذ علاج ولا لا؟ في تمارين معينة، شغلات طبيعية؟ ما طبعا هلا لك التشنج او الإصابة الناتجة على البرد نحن دائما بنقول انه اهم شيء نعاكس الاليه، يعني فورا بنحط مصدر دافئ على المنطقه المتشنجه طبعا مع مراهم معينه منشان نغذي كل المراهم. هم كثير ناس بيقولوا لي هذا احسن هذا احسن، كل المراهم اللي لها علاقه بالتشنجات العضليه فيها مواد معينه هي المانيتور اللي هي مهمتها انه تنشط الدوران بهي المنطقه، تنشط دوران الدم بهي المنطقة. طبعا نبعد عن المراهم المبردة هي للإصابات العضلية الحادة، نحكي إصابات مزمنة تشنجية، في مراهم بتلاقي بتعطي حرارة شديدة بعد ما نحط المرهم، هي المراهم اللي نستخدمها بهذا الفصل مع مصدر دافئ على العضلة نفسها. هلأ المرخيات العضلية ومضادات الالتهاب هي بحالة كان في إصابة تنكسية قبل أو في حالة مزمنة، نحن بنستخدم هي الآلية الأدوية مشان نعالج بسياق العلاج المناسب. نعم. طب دكتور، في أخطاء شائعة بيسووها العالم مثلا بتزيد من الإصابة أو معتقدات خاطئة اليوم بتحب تصححها؟ هلأ في شغلتين، في معتقدات أثناء حياتنا واحد، واثنين الشيء الثاني المعتقدات أثناء العلاج. هلأ أثناء حياتنا ومن ضمن الوقاية كلياتنا بنعرف أنه ما تطلع من جو دافي لجو بارد، أنه ممكن تتعرض لكثير شغلات، وأهم إصابات العصبية بهي الأخطر هي اللقوة، المريض إذا طلع من محل بارد دافي لبارد أنه تصيبه اللقوة، وكثير ناس بيعتبروا أنه شلل العصب هو سبب البرد، لا هو سبب تفاعل إصابة فيروسية بالأغشية المخاطية اللي بتصير بمر فيها العصب الوجهي. هي واحد، هي احدى المعتقدات الخاطئه. اثنين بتلاقي انه مثلا نتغطى بزياده، يعني انا طالع على البرد فبدي احط اللفحه قبل ما نطلع بدنا نعدل حراره جسمنا، هي المشكله بحراره جسمي الداخليه، فممكن كاسة مي بارده قبل ما نطلع، طبعا مو بارده كثير، بارده بشكل معتدل. ممكن تساعدني على تجنب صدمه البرد اللي بنسميها.
ثلاثة بالعلاج. نحن دائما مريض المتشنج مثلا بيحس حاله انه اول يوم ثاني يوم نفكفكت الامور بيرجع لحياته الطبيعية. لا، انت مفروض تكون عم تعمل الرياضة لتستعيد حركة العضلة بشكل كامل، مشان لانه التشنج الخفيف اذا حركناه بزيادة، عضلة متقلصة حركناها بزيادة بطريقة الاجبار ممكن تتمزق وتصير الاصابة مزمنة وبحاجة لعلاج فيزيائي. دكتور كمان كان سالي في اللي بيفكوا الوتاب، احيانا حركه غلط ممكن تضرب اي عصب مثلا او تعمل اصابه ثانيه بمكان ثاني. هذا اللي عم اقول لك اياه، نحن الاخطاء الشائعه خاصه بالعلاج الفيزيائي او عند الناس، يعني انه احيانا العضله بيكون ما انا اخذ الرخاوه التامه او المرونه التامه، ونحن بنجي بالاجبار بدنا نحركها، هون بتتمزق، ما بتعطينا المجال المناسب للعلاج، فهي من الأخطاء الشائعة. لأي درجة دكتور التشنجات العضلية بتأثر على العصب أو الأعصاب الموجودة بكل أنحاء جسمنا، سواء بالرقبة بالأسفل الظهر حتى بكل أنحاء جسمنا، قديش بتأثر على الأعصاب واللي هي الأعصاب اللي بتسبب الآلام وبتعطي تنبيه أنه نحنا صار في شيء معين، خلل معين؟ هلأ الحقيقة أشهر أي القصص إذا بدي أقولك التهاب العصب الوركي، صح، كثير شائع التهاب العصب الوركي، بيقول لك انه معه ديسك، لا ما معه ديسك، لا صورنا وما في شيء طلع بالصوره. السبب انه ما بيكون السبب هو ديسك او انضغاط العصب بالغضروف المنزلق، لا بيكون سببه تشنج عضلي اسمه الكمثريه. تنازل العضله الكمثريه هو تشنج عضلي بتضغط على العصب الوركي بشكل مباشر، بتعطيني اعراض التهاب عصب وركي او عرق النسا بشكل كامل. وكثير شائع انه نخطئ فيه انه هو ديسك ويتعالج كديسك، والمشكله الكبيره انه اذا صورنا وطلع بالصدفه في تبارز او انتباج ضاغط على نفس الجهه، هذاك الوقت يتهم. وكثير في عمليات جراحيه صارت لهيك مرضى وما استفادت المرضى، لانه بالاساس كانت المشكله مو بالديسك اللي طلع بالصدفه موجود، او هذا التبارز كان هو موجود تبارز بس مو ضاغط على العصب، الضاغط على العصب هو العضله الكمثريه. طبعا هي تميز عن طريق الفحص السريري بايد خبيره، طبعا خبيره بموضوع التهاب العصب الوركي. اثنين، باجراء تخطيط عضلات واعصاب لحتى نعرف وين العصب مضغوط تماما وشو نوع العضله المتشنجه اللي عم تساوي له هذا الضغط. نعم دكتور، كمان يمكن بنشوف كثير من الامهات او الستات اللي بيشتغلوا عندهم وجع بمفاصل الايدين، يعني اكثر شيء وخاصه بالبرد بيزيد هذا الوجع، فخبرنا عن السبب والوقايه ايضا بهي الحالات. هلا السبب الاهم انه نحن بتعرفي ستات البيوت بدهم يجلوا بمي بارده وبتعرض ايديهم دائما للجو البارد والمي البارده، وبيزيد عند الناس اللي عندهم ظاهره رينو اللي بتلاقي في عندهم تشنج والام شديده بالاطراف بسبب نقص التروية وتشنج الأوعية الدموية. ومثل ما قلنا بالبرد، نحن بالأساس عندها هي الست مشاكل بمفاصلها وعندها نقص مرونة بسبب أنها استهلكت هي الأنسجة مع الزمن بالأعمال اليدوية. نحن نجي بالشتاء تعرض لهذا الجو البارد، تتقلص لسه الأربطة بزيادة وتتكلس الأربطة بزيادة وتنقص مرونتها بزيادة، وبنفس الوقت ست المنزل حسب طبيعة عملها ما بتوقف العمل تبعها أو بتخفض نشاطها أو بتحافظ على حرارة إيديها، لا عندها جري بدها تقوم تجليه سواء مي باردة أو سخنة، هذا بيؤدي إنه عم نحرك هاي الأربطة بالإجبار وبتتعرض لتمزقات والتهابات متكررة، التهابات تنكسية مزمنة متكررة. مع الزمن هاي الالتهابات بتصير دائمة، فبتلاقي المريضة دائما عندها آلام شديدة على أيدنا مجهود، أي أقل تعب بتساوي لنا هاي المشكلة. وتضخم الأربطة بضغط مثل ما قالت سالي قبل شوي على العصب الناصف وبساوي لي شيء اسمه متلازمة نفق الرسغ اللي كمان شائعة جدا بين ستات البيوت. تمام دكتور، أيضا يعني ممكن يتطور هيدا التشنجات العضلية لمرحلة كتير كبيرة، يعني ممكن تشكل أحيانا خطر هلا ليكي على المريض او حتى على كبار السن. هلا طبعا نحن اذا بدنا نحكي على البرد اكثر الخطر طبعا هو الاصابات الفيروسيه اللي بتصير، طبعا مثل ما حكينا الرشح ونزلات البرد والتهاب المعده والامعاء كلهم بنفس الاليه على فكره، يعني بنفس اليه التشنج العضلي. تناقص درجه الحراره، تشنج الاوعيه، تناقصت المناعه،
تفعلت الفيروسات أو زادت الفيروسات الموجودة بالجسم وتفعل مرض عند الإنسان. هلأ بالنسبة للتشنجات العضلية إذا كانت ممكن تعمل خطر شديد، الحقيقة نحن كتير مرضى بيكون عندهم بهذا السياق، السؤال اللي جاوبناه قبل شوي إنه بيكون عندهم ديسك قطني أو انزلاق غضروفي خفيف وطالع تبارز غضروفي خفيف، لسه الجسم عم يتعامل معه. يعني شو عم يتعامل معه؟ يعني هاي المنطقة ما عليها ضغط شديد، الجسم ما عم يساوي آلية التهاب شديدة. تعرضه للبرد بيؤدي لتقلص العضلات، حكينا الآلية، تقلص العضلات بتشد الفقرات على بعضها، فبتلاقي بيزيد الانزلاق وممكن تطلع قطعة غضروفية كاملة بسبب التشنج الحاد اللي عمله، كأنه شال تقل كبير، بس الموضوع إنه تقلصت العضلة. هلأ بهاي الموضوع هون انتقلنا لمرحلة إصابة ديسك قطني أو ديسك رقبي اللي هو حسب المكان اللي موجود فيه. التشنج المزمن كمان بيعرض زوايا العمود الفقري لتكون بشكل خاطئ لمدة طويلة، هاي كمان ممكن تؤدي لتنكس وإصابات بهي المناطق. طيب دكتور، ممكن أحيانا التشنجات العضلية يعني إذا زادت خطورتها تؤدي لعمل جراحي لبعدين؟ طبعا إذا صار في انزلاق غضروفي وانضغط العصب أكيد هذا أحد الخيارات يكون هو التحرير الجراحي للعصب. تمام، معناتها الواحد ما يستهين بأي ألم عم بيصير بجسمه ويهمله أهماله، يلا بطيب ومعلش وما يسأل، ممكن حل القليلة يساعد نفسه أنه يأخذ شوية خلينا نقول علاج وقائي. نصائح أخيرة بتحب تقدمها دكتور لكل اللي عم بيتابعنا هلأ، اللي حتى اللي عم يعاني من هيدا القصة، يعني دائما أسئلة متكررة. حقيقة لك النصيحة الدائمة أنه نحافظ على جهازنا العضلي الهيكلي دائما. موضوع انه انت اي شيء بتستخدمه في الدنيا سواء تقني ولا بجسمك لازم تبذل له مجهود لتحافظ عليه، فما بالك هو الجزء الاهم بحياتنا اللي هو جهاز العضلي الهيكلي اللي بيشيلنا وبيمشينا وبيقوم بكل واجباتنا. حتى نحافظ عليه اهم شيء الرياضه، التغذيه المناسبه، يعني بهي النقطه كمان كثير شغله مهمه. والثالثه انه نحافظ انه ما مثل ما قلت الفروق بين البرد والدفع نكون منتبهين صحيح عليها. توصي بهالوقت هي كتير مهمة، يعني كتير معلومات أعطيتنا إياها، بنتشكرك وإن شاء الله الكل يكون عن جد بيعرف هاي النصايح ويدير باله منيح، خاصة هلأ البرد ما له وقت، يعني ما عم نعرف نعم. اليوم ليش مش من اليوم مشان ما يصير في يوم مثل يعني. شكرا لك دكتور. شكرا لكم، سلامتك زينب. بدنا نشكرك دكتور يعني عن جد على النصائح اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله يكونوا مشاهدينا قدروا يستفيدوا منها بخصوصي بهذا الوقت، لانه هلا وقتها وهلا كثير العالم عم تتعرض لها. شكرا على المعلومات القيمه اللي قدمت لنا اياها.